عن عمر ناهز 93 عام غيب الموت بن برادلي رئيس تحرير صحيفة الواشنطن بوست أثناء تغطيتها لفضيحة ووترغيت. الصحيفة الأمريكية نعت بن برادلي وأكدت أنه توفي بمنزله في واشنطن لأسباب طبيعية. People talk to journalists for a reason. الأشخاص يتحدثون للصحفي لسبب معين وعلى الصحفي أن يفهم ذلك قدر المستطاع، يقول بن برادلي الذي أضاف: أعتقد أننا لم نفهم جيدا مارك فيلت، لقد انزعج لما رآه في البيت الأبيض وما يجري التستر عليها، فقرر أن ينشره للجمهور. وأثناء تغطيته لفضيحة ووترغيت كلف برادلي محررين شابين وهما بوب وودوارد وكارل بيرنستين بالتحقيق في القضية التي تحولت فيما بعد إلى أكبر فضيحة سياسية في تاريخ الولايات المتحدة، حيث دفعت رئيس البلاد ريتشارد نيكسون إلى الاستقالة.